السلام عليكم، معكم سوق سيارات اقل من 20 مليون. صح، جبنا لكم هذه السياره اشواطميه. يا رب جبلو، جبنا لكم هذه السياره، هذه نظيفه ياسر كاع، تاع واحد انسان ثاني الله يبارك. المهم الداخل الله يبارك ما شاء الله، سياره زينه زينه، نفرح بها نسيب داك يتفرح كاع الانساب. المهم هذه راهي سيري 6 ليسونس، هذه سيري 6 ليسونس. شنو خريطه زينه زينه ياسر كاع، البنتوره فيها رتوش خفاف، الزقايق كاع فيها. المهم عندها هذا زينه في الليسونس، فيها موتور انسيس، سوما ثانيه موافقه، سوما ثانيه الله يبارك، سوما موافقه فيها طوا فيها. المهم الدنيا كاع هنا. المهم كون نزيد شويه تلقى عمك الالماني هنا قاعد. المهم السومة هذه ثانية موافقة هكذا خوتي، واللي عنده حاجة زينة ثانية في جهة هن نبدلو له مش مشكل. المهم هذه طريق ما شاء الله، إنسان كاسبها عنده وقت. أها خيرات ربي كاع. المهم سيارات تاع دار هذه، هذه اللي يكسب ما شاء الله. افتح لي الموتور شوف الموتور. المهم الدنيا كل فيها الزقايق كاع، يا خي بلي طلت عليا آه، فيها فيها كاميرا. المهم الدنيا هنا كاع، هنا الالماني هنا يتحدث معاك. افتح لي كابو، افتح الالماني يخرج هنا يتحدث معاك. افتح لي، الله يفتح عليك. فيها موتور انسيس اللي مرها زينك وعطها خيرات، قلت لك مولاها هذا مطلع فيها ياسر كاع. المهم امورها قاعد في لاميزون، الزيت يعاودوا في لاميزون، امور بوجيات في لاميزون. المهم حاجه ما يعاودهاش برا، وسمو راه موافقه، واللي عول يجينا ثاني مرحبا به. كاين هذه، كاينه واحد عندي الاخرى هذيك يسموها عندي كونغو فيتري ثاني راهي عندي، وعندي الرافكات. اصبر دركا ندخلكم الرافكات شوفوا، عندي الرافكات رانا ننقوا فيها، انا جاي. كاين هذه الرافكات ثاني رانا هكذاك عذب لها صالو عذب بعد عمك لامين. هذه الرافكات تاع البارح اللي كنت فيها، هاني خيرات ربي كاع الله يبارك. الرافكات فيها موتور مازوت. افتح شوف لي كابو، الله يفتح عليك. على بالي ما تلقاه صح الفوق. ايوا هذا الموتور تاعها ثاني جديد، هذا الموتور ها. هذا الموتور الله يبارك، البنتورة فيها باينة بلي البنتورة فيه. شوف الموتور محطوط دبل فيه، ماش محطوط عليه المفتاح تاع ربو عرابن طول هكذا خوتي. هنا نقصرو في لافاز روح. على كل حال زين زين الله يحفظك ان شاء الله. المشي راهي ماشية ماشية 200 وحاجة بصح زين الله يبارك. هذه تفرح بها الذراري، تفرح بها كاع الذراري. صالو تاعها ثاني نظيف الداخل. المهم رانا نقو فيها ان شاء الله، بربي نطلعوه في الاخر. الرواد الرواد اللور. المهم هذه خدمتنا احنا يا جماعه الله يحفظكم ان شاء الله، هذه فلاحتي انايا وهذه خدمتي، وهذا واش لحقني ربي. ربي يحفظكم ان شاء الله ومرحبا بكم. حاجه ما تخصكم عندك عمكم عبد القادر في عين وسره ولي جفه. السلام عليكم.